فاش كتمشيو عند الناس ديال السلطه شنو كيقولوا لكم نتوما عندكم استفاده اش غادي يقولوا لنا حير الناس اللي قبل منه ما داروا معاهم والو وكيشوفوا الديور كيطيحوا ثلاثه ديال الديور طاحوا هنايا والحيط ديال المقاطع عراشي وكلشي اللي في المقاطع عراشي ها هو النتيجه ديالها هو باين شحال من عام نتوما خرج لكم الاستفاده شحال دابا من عام راه الا جيت نحسب لك انا راه باقي صغير وديما الاحصاء باقي صغير انا باقي ما مجوش باقي صغير وديما الاحصاء كيجيو يحصيو كيجيو يحصيو حتى شي حاجه ما كاينه حتى حاجه ما كاينه يلا هما والدينا ماتوا وهذا الشيء يقولوا له احصاء حتى شي حاجه يجيو يقيدوا شحال نتايا شحال هادي شحال هادي شحال هادي وحتى شي حاجه ما كاينه والو شوف الحجر فين وصل هانشوف شوف اجا الوالد اجي وريني شوف داكشي فين وصل شوف انت شوف الحجر فين هذا من هاد الجهه وصل حتى لتما حتى لتما يا هنا انت هادشي اللي داكشي اللي كيتسع علينا انت انت الحجر والحجر فين وصل شوف واحد الحاله يرتا لها شوف حالك شوف راه فين وصل شوف حالتنا ما يعلم بها غير الله سبحانه وتعالى الا هادشي كيرضيهم غنقول الحمد لله حنا راضيين به انا غنقول حاجه وحده حسبي الله ونعم الوكيل فيهم عشت الضعف الوالده اليوم اش غادي نقول لك يا ولدي لا اله الا الله واحد الحاله اش غادي نقول لك يا ولدي زعما جاب الله انا كنت خارجه انا ما كنتش هنا كنت خارجه جيت كاع داك البلاد ديال السكر مشيت تسخرت وعاود رجعت يلا كنهضر معاه وانا عزت هم وبنته حدا وولده هنا وانا باركه حدا رجلي كنسحب لي واش زنزان بغينا غير نخرجوا كيبان لنا غير التراب والغما ما كاين حتى شي حاجه بنتي كتغوت كنجرب فيها فاش اكل قهوه باقي تحت التراب جا ولد لوسي كيجري كيعاون فيا باش نخرجوا من تحت التراب كيقول لي خرجي فين غنخرج خرجي قال لك خافي تكري فين غنمشي نكري باش غنكري على كاش دوا مليون باش غنخرج نكري انا نخرج نكري من بيت ولادي بالجوع انا ملي نتي غنبات في الزنقه شحال قد عباد الله غتشدني عندها غير قول لي يا خويا انت شحال قد انا غنبرك عند عباد الله وشحال قد نعيش في هذا كل عطاح محالي ما بقاش فيه حال انا نزل عليا السور ديال المقاطعه اللي نزل عليا والسور راه شي سنين والناس كتشكى منا سنين وداك الحيط الا كون كان نهار غتشوف داك السور كيفاش داير وخاويه مني خاوي يطيحوا تراك سيمانه وهي خدامه باش كطالبوا نتوما من الناس حقي ما نبقاش نعيش في هذا العذاب بحال هكا يديروا معنا شي حل يديروا معنا شي حل ما يخليش نحن في هذا العذاب عايشين بحال هكا راه هاد الحاله حتى واحد ما كيبغيها لا لا محيلي لا حويجاتي لا كتبت ولادي فينا مال الوالده وريهم لينا فينا مال انت كتشوف ودي راه نزل البلاكار نزل ها البلاكار ديال الحوايج واحد السما هو اللي نزل هنا وقاسي هنا كنتفرجوا حتى من المنطقه اللي كتغطيها بنتها هاي شوف انت شوف شتي المنطقه اللي كتغطيها شوف الحجر اللي نزل عندنا من الفوق يعني كما تلاحظوا مشاهدينا الكرام هانت هاد الحديده هادي هاد الحديده هادي راه جات من الفوق نزلت هانت الحمد لله هاد الحديده هادي هادشي كيبان بحال حقين وحاطين فوقهم الزبال ولا شي حاجه اللي طيح الدار ما طحنا السور ديال المقاطعه ما طاحش حتى حاجه انا داير غير قصدي الفوق شحال ديال الوقت دابا باش طرا هادشي دابا تقريبا شي ساعه وزياده ولا مع ساعتين انا ما بقيتش عارف انا مع الخلع الزوج ديالك كان على السما هاد الحديده نزلت من الفوق هاي وشوف دابا تخيل هاد الطافيه هادي وهادي كون نزلوا طاحوا عليه وانا برك تم بنتو تم وانا عس هنا انا قاعده حدا رجلي هنا كنهضر معاه ولدو جالس هنايا فجاه كنسمعوا داكشي كينزل راه كيحسب ليه شي حاجه تنزل داكشي الوسط ولدي خرج دفعته كنجرف بنتي كتغوت ولا الظلمه في المراح ما بقينا كنشوف حتى شي حاجه كنجرف فيه هو من التحت كيقول لي اخرج فين غنخرج ونخليه الله يدير لكم اللي فيها الخير الوالد امين يا ولدي مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه هذا البث المباشر نلقاكم في بث مباشر جديد ان شاء الله شوف المنطقه اللي كان شوف 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 بعدا هنا شوف واحد البافيه هنا بعدا قدا شوف هانت عندك شوف ديك البافيه اللي نزلت قداش السور ديال المقاطعه ماشي تفهم المطالب ديالكم دابا حقنا ولدي يديروا معنا حل يديروا معنا حل ما يخدموش في هذه الحاله بحال هكا راه هادشي راه ما كيرضي لا ربي لا العبد ديالو عارف ديك السور ديال المقاطعه راه شي يديروا حل كان مزيانين هادي طيحوا ديك الدار خاويه ولا ما عرفت شنو كاين تما فيها تراك سيمانه وهي خدامه تما داكشي كيتزعزع على سبا داكشي واش هاد الحاله ولدي كترضي شي حد قولي يا ولدي دابا فين غنمشيو دابا فين حنا غنباتو في الزنقه دابا باركين بحال هكا لا كتبت ولادي لا حويجات ديال ما انا ما فهمتش انا اللي بقى فيا الحجر كون قتل لي راجلي ولا اولادي انا نقول الحوايج غيتعوضوا كلشي غيتعوض كون مات لي انا راجلي ولادي شحال في الدنيا كلها ما غتعوضش يدفر من دفارهم حسبي الله ونعم الوكيل مشاهدينا الكرام وصلنا نهايه هذا البث المباشر نلقاكم في بث مباشر جديد ان شاء الله الى اللقاء